انا اعتقد انه القاسي قبل الداني اصبح يعلم جيدا اهميه البيئه النظيفه لهذا الكوكب واصبحنا بعد ما كان مساله التغيرات المناخيه والتلوث وتحسين البيئه كانت زمان طرف يعني من 30 سنه اتعمل مؤتمر ضخم جدا قمه الارض ده في ريو دي جانيرو وتعامل كل الدول او مش هقول لك كلها اغلبها الاعم تعامل بمنتهى الاستهانه وبتعدي السنين بعدين بعد كده اتعمل بعد كده بقى مؤتمر باريس ويمكن ده كانت بدايه الاهتمام الحقيقي يعني في النهايه كل المتغيرات المناخيه ان حدثت فهي تحدث بسبب الصناعه مش بسبب حاجه تانية الصناعه طيب نعمل ايه ما احنا لازم نفكر في طريقه تغيير الانماط بتاعه التصنيع تغيير طرق مد المنتجات او مد المصانع التي تقدم لنا منتجاتها المختلفه بانواع من الطاقه يعني قدر الامكان تبقى نظيفه انبعاثاتها الكربونيه تبقى اقل قدر الامكان يعني الى ابعد الحدود قدر الاستطاعة نقلل الانبعاث الكربوني في دول كتير في العالم بدأت تركز جدا في مسألة لو افترضنا أن أنا عايز أستورد منتج فليكن النضارة دي فعلشان الدول بتاعت أوروبا أو بعض الدول الأوروبية علشان تستورد النضارة دي بتعرف كويس جدا مش بقى إذا كانت معمولة من خامات ملوثة البيئة ولا لا هي طريقة التصنيع بتاعتها كانت إزاي ويا ترى المصنع بتاعها بيطلع انبعاثات كربونية قد إيه وحاجات زي كده طيب عندنا في حاجة اسمها عشرين كبار هم دول كبار المصنعين على مستوى العالم كدول يعني العشرين دولة صناعية الكبرى مسؤولين عن 80% من حجم التلوث الناتج من الصناعة الذي يلوث الكرة الأرضية رئيس الجمهورية إذا كنت تتذكر حضرتك قال إيه لما كنا في شرم الشيخ قال من باب العدالة إن العشرين دولة يتحملوا 80% من تكلفة تحسين ظروف هذا الكوكب بيئيا يعني. وكنا بنتكلم على حدود 800 مليار دولار تضخ سنويا لحد خمسين. ده معناها انه العشرين الكبار لازم او يعني يفضل ما نقدرش نلزمهم يعني يفضل بان هم يضخوا تقريبا حوالي 640 مليار دولار سنويا لاجل خلق منظومات صناعيه تبقى ايه؟ محسنه صديقه للبيئه. تيجي مصر تقول والله يا جماعة احنا هنشتغل على برامج لتحسين البيئة وتجد انه كل الوزارات تقريبا الحكومة بكاملها بتشتغل على قدم وساق طبعا مش بس علشان استضافة كوب 27 أو كوب 27 في شرم الشيخ نوفمبر القادم ومصر الحقيقة ماشية في خطوات أكتر من رائعة مصر بتشتغل على تصنيع هيدروجين أخضر مصر بتعمل حقل طاقة شمسية أو عمل حقل طاقة شمسية الأكبر اللي هو زي بنبان مصر عاملة في منطقة شرق العوينات والبحر الأحمر حقول لتوليد طاقة الرياح مصر بتشتغل على مسألة توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الغاز الطبيعي بعيدا عن أنواع أخرى من الوقود مصر بتحاول تشتغل على إيجاد بنية أساسية لمحطات تزويد بالكهرباء للسيارات بتعمل منظومه نقل جماعي بالكهرباء والغاز الطبيعي يعني شغالين شرم الشيخ بتتحول لمدينه خضراء الى اخره